وينضم إلينا الآن من القاهرة الأستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أستاذ رامي أهلا بك معنا على شاشة الغد، ما الذي نعرفه عن هذا الحادث أستاذ رامي؟ نعم صباح الخير، الذي نعرفه بأن هناك عملية كانت للتحالف الدولي لدعم قوات سوريا الديمقراطية فجر الأمس أي قبل أكثر من 24 ساعة في التوقيت ذاته، الذي يقول الأمريكان بأن طائرتهم تعرضت لحادث ما، ولكن هم يقولون بأنه لا يوجد إطلاق صاروخ، والعملية كانت في جنوب الحسكة قرب قاعدة للتحالف الدولي. هذه الطائرات التي تحمل 22 مقاتلا أمريكيا، هذه الطائرات بالعادة هي طائرات نقل الجنود، يعني هل الأمريكيين شاركوا بذات العملية التي كانت في جنوب الحسكة؟ المعلومات بأن العملية كانت لكوماندوس قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي. هذه المنطقة الوحيدة التي كان فيها اشتباك وكان فيها تحرك للتحالف الدولي في تلك المنطقة. لماذا تغيب المعلومة؟ لأن التحالف الدولي تأخر 24 ساعة بنشر هذه المعلومة. إذا ما كان الحادث عرضي كان على التحالف الدولي أن ينشر المعلومات فور وقوعها، والأمر يتعلق ب 22 جنديا أمريكيا ولا يتعلق بإصابات طفيفة مثل ما كان سابقا بالقصف الإيراني على القواعد الأمريكية. لكن أقول بأن المنطقة الوحيدة التي كان فيها تحرك لطائرات التحالف الدولي المروحية هي كانت جنوب الحسكة، وكانت مشاركة لقوات التحالف بدعم قوات كوماندوس تابعة لقوات سوريا الديمقراطية من أجل إلقاء القبض على قيادات في تنظيم داعش الذين يتواجدون في المنطقة والذين يشركون على عملية التهريب ما بين العراق وسوريا. طيب لو افترضنا جدلا أنه حادث غير عرضي أستاذ عبد الرحمن، بالتالي لماذا تقول الولايات المتحدة أنها لم ترصد ما وصفتها بإطلاق نيران معادية؟ دعينا نقول بصراحة بأن هناك صراع خفي الآن ما بين إيران وبين القوات الإيرانية وحزب الله اللبناني من طرف، والولايات المتحدة من طرف آخر على تشكيل قوات عربية بكل من الطرف المحاربة للطرف الآخر. أي حزب الله درب مقاتلين من شرق الفرات لاستهداف القوات الأمريكية دون الإعلان عن ذلك، واستهدفوهم في أوقات سابقة تحت اسم المقاومة السورية للتحرير أو المقاومة للتحرير السورية من الاحتلال الأمريكي. ذات الشيء الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على إنشاء قوات عربية لمحاربة قوات الإيرانية في مناطق غرب الفرات أي في محافظة دير الزور أو مناطق التماس ما بين الطرفين. نتذكر أستاذ عبد الرحمن قبل 3 أشهر من الآن تحديدا في 23 و24 من مارس الماضي كان الولايات المتحدة أعلنت عن إصابة 23 جنديا أمريكيا جراء ربما هجمات أصيب جنودها بصدمات دماغية. هل الأمر اليوم مماثل للحادث الماضي أم ربما لا؟ لا هو مماثل، هو مماثل. هم لا يريدون الاحتكاك الآن والتفعيل الاشتباكات مع الإيرانيين. لماذا؟ أن الاستهداف السابق لم يقولوا بأن الاستهداف هو نتيجة صواريخ، يعني مجموعات سورية موالة لإيران هي التي استهدفت حقل العمر النفطي حينها وكونيكو وأدت لإصابات في صفوف الجنود الأمريكيين. اليوم غياب أو تأخر الأمريكيين على الإعلان عن الحادثة يدل بأن هناك عملية استهداف وليست عملية عرضية وسقوط عرضي لهذه الطائرة المروحية الأمريكية التي كانت تقول للجنود الأمريكيين. وقلت لك حادثة واحدة كان يوجد فيها تحركات للمروحيات الأمريكية هي جنوب الحسكة تحديدا. طيب إذا كان هناك استهداف للمروحية أمريكية من طرف الجانب الإيراني، ربما هل نتوقع رد من الجانب الأمريكي بالرغم من هذا التكتم حتى الآن حول هذا الحادث؟ بعد التحقيق سيكون هناك الرد، ولكن هل يكون رد واضح على الإيرانيين أم أن الأمريكيين سيقولون بأن خلايا داعش هي التي استهدفت هذه الطائرة الأمريكية عندما كانت تطارد قيادات التنظيم؟ كان هناك يوم أمس أيضا أستاذ عبد الرحيم استهداف لعربة كانت تقل جنود روس، ماذا عن هذا الحادث أيضا؟ استهداف من قبل القوات التركية عندما كان هناك قصف متبادل ما بين القوات التركية والقوات الكردية في شمال حلب بالتزامن مع مرور عربة دورية روسية، جرى استهداف تلك المنطقة أدت لمقتل جندي روسي وإصابة 4 جنود آخرين. أشكرك جزيل الشكر أستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، كنت معنا من القاهرة، شكرا لك.